النهاردة هعمل معاكو أصابع الجلاش بالكنافة، حاجة كده من الآخر فعلا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بسم الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب للوصفة المميزة. اللايك يا جماعة بيساوي كلمة شكرا على المحتوى، أتمنى إن أنتم متبخلوش عليا بلايك، واللي ما اشتركش شرفني ونورني هكون سعيدة جدا بيه، واشترك في القناة علشان القناة تكبر بيكم، وفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل الفيديو يوصلك اشعار بيه، واتمنى ان انتوا تشاروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع. ويلا بينا نشوف اصابع الجلاش الذهبية اللون الموحد، واقولك على اسرار اللون الموحد ايه وسر التسوية بتاعته. قبل كده عملت معاكم على القناة كنافة زي ما انتوا شايفينها كده، لو حابين هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، عشان كده هي كنافة من الاخر فعلا، واقول لك اسرار اللون الموحد ايه. نروح بينا يلا على الفيديو نعمل السيرب الاول. سيرب عبارة عن كوباية ونص من السكر وكوباية مية وعصرة ليمونة، ولو عندك معلقة جلوكوز تحطش معلقة، ما عندكيش هتحطش معلقتين من سيرب الكنافة التقيل، وهتسيبيهم يغلوا. بعد ما يغلوا تعدي 8 دقايق بالظبط، وبعدين تطفي النار، بس يكون على نار متوسطة زي ما انت شايفه كده. اول ما يغلي ههدي النار عليه شويه، اخليه على نار متوسطه بالظبط 8 دقايق وتطفي عليه، علشان احنا عايزين سيرب بارد. الجلاش يا جماعه بينسقي بسيرب تقيل بارد زي سيرب الكنافه بالظبط، نفس مقادير سيرب الكنافه زي ما انت شايفه اهو. عليت عليه غلا، وهدي النار، مش ههديها خالص، خليها وسط، وبعد كده 8 دقايق بالظبط واطفي عليه. ونروح بقى للكنافة بتاعتنا. معانا 350 جرام من الكنافة المفرزة، هتفرزيها في الفريزر الأول وبعدين تنعميها بالشكل اللي انت شايفاه ده. لازم تتنعم كده علشان احنا هنحمرها على البوتاجاز، على عين البوتاجاز زي ما انت شايفه كده، ناعمة خالص خالص خالص. طب انت مستعجلة وعايزة تعملي الوصفة دي تعملي ايه؟ عندك كنافة هتفرجيها على صينية كده وتحطيها في الفريزر نص ساعة، هتتجمد بسرعة، وبعد كده تطلعيها تكسريها زي ما انت شايفه كده تبقى ناعمة تماما. معانا 4 معالق من الزبدة نحطهم على البوتاجاز، وبعد كده نحط الكنافة. هناخدها ايه؟ تقليب مستمر، اهم حاجة علشان ما تنحرقش منك، تقليب مستمر. طبعا احنا مش هنخليها تاخد، هنخليها تاخد لون ذهبي كده، مش هنحمرها قوي علشان هتاخد بقية التسوية في الفرن. لو وصلت المقطع ده ما تنسينيش في اللايك، يا ريت ما تنسينيش في اللايك. لازم انت شايفه كده انا بقلب، هتبدا ايه تتكتل شويه معاكي في الاول كده، وبعد كده هتفك تاني. نار متوسطه، ما تعليش النار عليها قوي علشان ما تنحرقش منك، بس هتنك تقلبي كده. شايفين عملت تكتلات شويه اهي، حبيت اوريك المراحل بتاعتها. بعد كده بتفك، ما تقلقيش خالص، وهتتحمر معاكي بمنتهى السهوله. اصابع الجلاش دي يا جماعه جميله جدا جدا، طعمها كده وشيك، ممكن تعمليها في العزومات، يعني ايه تتشرفي كده قدام ضيوفك بالحاجه اللي انت عاملاها، شكلها جميل. وهقول لك سر التسويه المظبوط، اللون الذهبي الجميل بتاعها سره ايه. زي ما انت شايفه كده دخلنا في اللون الذهبي، طبعا هي الكاميرا مش باينه، لكن لما اجي احط المكسرات عليها اوريها لك دلوقتي ان هي لونها ايه، احمر، يعني ايه لونها ذهبي عن كده، بس الاضاءه عاليه علشان كده مش مدياني اللون الذهبي، فهي بقت لونها ذهبي خالص، وبقت هي دي المطلوب. شايفين مفيش حاجة محروقة، لاني قلبت على طول باستمرار بقلب، او شايفين مش باينة دلوقتي، هوريها لك دلوقتي لما نيجي نعمل. هتشيليها من الطاسة على طول علشان ما تاخدش من حرارة الطاسة عشان ما تحمرش زيادة. شايفين بقت لونها عامل ازاي؟ قلت لكم اللون مش باين في الاول، شيلونها ذهبي جميل، ما تحمرهاش اكتر من كده علشان هتاخد شوية تسوية. معنا 50 جرام من جوز الهند، 50 جرام من السوداني، وهنقلبهم كويس مع الكنافة، مع 4 معالق من سيرب الكنافة التقيل، وهنقلبهم كويس اوي. طبعا يا جماعة الخطوة دي اختياري، لو مش حابين جوز الهند خلاص ما تحطوش مفيش مشكلة، وبرضو لو مش حابة تحطي السوداني ممكن ما تحطيش عادي، بس انا حبيت ادعم الوصفة بتاعتي واديها طعم احسن. الكمية دي عملت لي نص كيلو جلاش، يعني ده 350 جرام من الكنافة عملت لي نص كيلو من الجلاش، انا جايبة نص كيلو من الجلاش، بس اهم حاجة تحاولي تجيبيه صابح
هبدأ أجيب الجلاش معايا، بس أهم حاجة الجلاش تغطيه جنب كده، علشان لو فردتيه وسبتيه مكشوف في الهواء هينشف منك، تيجي تلفيه هيتقطع زي ما انت شايفة كده. أنا حبيت أنا أوريكي العمل، أبدأ من الورقة المقطوعة الأول، علشان المقطوعة دي مش هنرميها، هنشتغل بيها أهي زي ما انت شايفة كده مقطوعة أهو. طبعا معانا كوباية إلا ربع زبدة مسيحينها جنبي كده، علشان هبدأ أدهن بيها، ودهنت الصينية زي ما أنا هوريكوا كده. اهم حاجة في الموضوع ان الورقة كلها تتغلف بالزبدة، ما يهمنيش الكمية، يهمني ان الورقة كلها تتغلف بالسمنة كويس. انا مسيحة كوباية الا ربع سمنة جنبي، بطويها نص طوية كده، وبسيب حتة في الاخر. شايفة اوريكم ان هي مقطوعة، ومع ذلك هعملها عادي مفيش مشكلة. بدأت المقطوعة الاول علشان اوريكم ان الموضوع ايه، مش المقطوعة مش هنرميها ولا حاجة، بس ما تجيبهاش قديمة، علشان ما لو الجلاش مش صابح هتلاقيه متقطع مهري معاكي مش هتعرفي تلفيه، لكن دي كانت مقطوعة قطع بسيط كده فعادي مفيش مشكلة هنعملها. طبعا في ممكن تحطي مثلا ورقتين وبينهم زبدة، بس احنا لو عملنا ورقتين هيبقى الصباع تخين قوي، فعلشان كده خليها ورقة واحدة احسن. بس احنا بنجوزها نصين علشان ايه الورقة تتقل معانا، بس اهم حاجة تعصي بينهم سمنة، علشان ده التوريقه، السمنه دي هي اللي تعمل لنا التوريقه والقرمشه المطلوبه. وهقول لك على سر التسويه دلوقتي، سر التسويه مهم جدا جدا جدا، هي اللي هتخلي النتيجه بتاعه الجلاش ممتازه. خليكي معايا علشان هقول لك سر التسويه في الاخر، علشان تلتزمي بالتفاصيل وتاخدي جلاش جميل جدا ومقرمش، ما يكونش بلت معاكي، يعني لما تيجي تاكلي كده ملتش معاكي في الاكل، يقرمش معاكي زي ما انت شايفه كده. انا بحط كنافه اهو، انا هعمل معاك كذا واحده علشان الفكره تثبت. بطويها نص طيه وبتنبرم بمنتهى السهوله. انا طبعا هقطعه قبل ما يخش الفرن، يعني دلوقتي هعمل ثلاثه معاك وهو اقطعهم واوريك هنقطعه ازاي. اهم حاجه في الوقت ده احنا طبعا مشغلين الفرن علشان الفرن يسخن، انا مش عايزه النار عاليه، مش عايزه نار عاليه، لان انتي لو حطيتي نار عاليه الجلاش هياخد لون بسرعه ومش هيستوي، مش هيورق معاكي من جوه، تيجي تاكليه تلاقيه بيلت معاكي ما مديكيش الطعم الجميل المقرمش. فاهم حاجه تخلي نار هاديه اقل من المتوسطه شويه، يعني اوعي تعلي النار عاليه، تعلي النار هياخد لون بسرعه كده وتفرحي بالشكل وخلاص، وبعد كده هتلاقيه من جوه ما ورقش معاكي، تلاقيه تاكلي ما ينقطمش كده معاكي، تلاقيه بيلت. انا عايزاه يقرمش معاكي. وهوريكي برضو سر التسويه في الاخر، اهو اقول لك هنعمل ايه. زي ما انت شايفين كده هجيب السكينه واقطع الاطراف الاول، الاطراف دي يا جماعه مش هرميها، هحطها في صينيه صغيره كده واعملها لوحدها. زي ما انت شايف كده اقطع الاطراف دي، ليه انا بقطع الاطراف؟ لان الاطراف دي لو انا عملت بيها بتاخد لون في الاول فتحمر قبل الكميه ما تحمر، لانها بتبقى فاضيه فهتبقى شكلها مش حلو. وملحوظه وانتي بتحشي الكنافه ما تحطيش في الاطراف، يعني سيبي يعني شويه كده علشان ما يقعش من الاطراف. شايفه شايفه التناسق والشكل الجميل، فعلشان كده انا قطعت الاطراف دي بحطها في صينيه صغيره كده واسويها لوحدها، علشان هي دي اللي هتاخد لون بسرعه وتنحرق والاخر ما يدينيش اللون المطلوب. شايفين الجمال؟ هخلص الكميه كلها وارجع لك واقول لك هندهنها زبده قد ايه، سمنه قد ايه. بعد ما خلصت الكميه زي ما انتم شايفين كده، معانا كوبايه الا ربع من السمنه وهندهنها دهنه كويسه قوي. خلي بالك ان دهن السمنه ده المظبوط هو اللي بيديك اللون الموحد الذهبي الجميل، لو بخلتي عليها في دهن السمنه مش هتديك اللون الذهبي اللي انت شفتيه. وانا في الاخر برضو يا جماعه انا حاطه فلتر في الاول، لكن في الاخر ما حطيتش فلتر علشان اشوف اوريكي الشكل قد ايه جميل من غير فلاتر ومن غير اي حاجه خالص. اما تطلع من الفرن دلوقتي هوريك شكلها ايه، حاجه كده تحفه بصراحه. شايفات اديني كميه كويسه هي اللي هتطلع لك اللون الجميل، وهنحطها في الرف وفي الوسط على درجه حراره 140، ما عندكيش ارقام لدرجه الحراره اقل من المتوسطه شويه، اوعي تعلي النار عليها علشان تاخدي القرمشه المطلوبه ويورق معاكي من جوه. حبيت اقول لك التكات والتفاصيل بكل امانه،
علشان تعمليها وترجعي تقولي لي في الكومنت ايه رأيك في الوصفة بتاعتي النهاردة. وصفة فعلا مجربة، وصفة ممتازة. طبعا انا عندي مشغله الفرن دلوقتي واحطه على الرف الفلوس، هياخد معايا حوالي بالظبط نص ساعة. طبعا انتي بتلففي الصينية، يعني ربع ساعة الأولين تحطيها في يعني كده في الوش، وبعد ربع ساعة تظبطي منبه تاني وتقومي لفها في الوجه التاني علشان التسوية المظبوطة تتاخد من جميع أركان الصينية عشان تديكي اللون الموحد الذهبي المظبوط. الجلاش ما بياخدش يا جماعة سمنة كتير مش زي الكنافة. وبعد ما دهناها ندخلها على الفرن، وبعد ما طلعناها من الفرن زي ما انتوا شايفين كده اهو، بدهنا بنسقيها على طول بالسيرب البارد ده يا جماعة، سيرب بارد مش سخن، على طول بندهنها بنسقيها بالسيرب. طبعا دي يا جماعة فلاتر، انا عاملاها فلتر دلوقتي هوريكي من غير فلتر، الفلتر يعني شكله تحفة بصراحة. انا بقول لكم بكل امانه بكل التفاصيل، شايفين اللون الموحد الذهبي الجميل، وهوريكي دلوقتي ما حدش يقول فلتر، هو فلتر فعلا بس انا هوريكي من غير فلتر فلتر ايه الموضوع معايا فلتر شكله ايه. شايفين لونها من تحت عامل ازاي، يا ريت تكوني حاطين لايك من ايدك الحلوه. كل سنة وحضراتكم طيبين، وهوريكي الشكل دلوقتي، ما تروحيش هنا ولا هنا عشان اوريكي الشكل من غير فلاتر. هو ده الشكل من غير فلاتر خالص اهو، شايفين اللون موحد وجميل ازاي وذهبي وجميل ازاي. حبيت انا اوريكم الاتنين عشان الامانة والمصداقية، بصراحة شكله جميل جدا. شايفين الكنافة قد ايه جميلة من جوه، يعني احنا عملنا وصفتين في وصفة واحدة، كنافة وجلاش. يعني للمحبين بقى الجلاش نعمل الوصفة دي، ومحبين الكنافة نعمل برضو الوصفة دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، ويعود علينا الأيام كلها بخير وسعادة إن شاء الله، وسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.